حاجات ايه؟ ايه ده؟ صابون وحاجات حلوة. ايه ده؟ الله، انا عايزة الصابون البلكي دي لو سمحتي. بكام؟ 5 جنيه. طيب هاتيها، وهاتي كمان واحدة بيبسي. بيبسي خد. شكرا ليكي، شكرا يا حبيبتي. كده ليكي 10 جنيه. طيب لحظة واحدة، هطلعهم لك من جيبي. حاضر حاضر هساعدك، انا دلوقتي هجيب كل الناس اللي كانوا معاك وهنعرف مين فيهم الحرامي. جاهزه يا لولي؟ اوكي. ايوه فعلا، هم دول الثلاثه اللي كانوا موجودين، وانا كان معايا الفلوس. طيب ده مين الفلوس سرقتك؟ مش عارفه، ساعديني ساعديني اعرف مين اللي سرقتني. مش عارفه، هنفتشهم احنا الثلاثه. اول واحده اهي ما معهاش فلوس خالص، يبقى دي بريئة. وتاني واحدة كمان ما معهاش فلوس خالص خالص، يبقى اكيد هي دي، اكيد هي دي اللي اخدت فلوسي. ساعديني يا لولي. فلوسي فلوسي، الحمد لله لقيت الفلوس بتاعتي. الحمد لله الحمد لله، شكرا ليكي يا لولي يا حبيبتي، شكرا ليكي. خد العشرة جنيه بتاعتك، لك 10 جنيه، وهاتي الفلوس الباقية يا لولي. شكرا 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 ليكي يا للي. انا هاخد بقى الصابون وامشي. وانا هاخد المجرمه دي علشان ادخلها السجن يا لولي. خدي بالك من نفسك، اوعي الحراميه يسرقوكي. قرب قرب واشتري حاجات من دي. ادي واحده خدت الصابون بالبيت.